شوية مرح وفرح. الفريق وجمعية الآفاق داو الأم وولادها باش يبدلوا جو ويخرجوا شوية من الاكتئاب وجو الحزن والقهر اللي كانوا فيه. والبداية كانت باقتناء كل ما يحتاج الأطفال من ملابس وأدوات. جبناكم دراري اليوم فوالا، واش عندكم حاجه هكذا اللي نفرحوهم بها نخليهم الاز؟ مرحبا، عندنا لا بيسين بور لي زونفون، عندنا صال دو جو فوق تاع دراري فيها كارديو بلس بوكس بلس سمول، وعندنا ثاني حتى ار دو جو فوق في السطح. الله يبارك ما شاء الله، نقدروا نشوفوهم بك؟ ياسر تفضل. ربي يجازيك تعيش. وصولا الى الترويح عن النفس في هذا النادي المجهز بكل ما يحتاجه هاد الاطفال للعب والترفيه. ما رانا هنايا في هذه لاسال شابه بيان سور، دوزنا من بال جورني افيك الجروب تاع اليد في اليد جمعيه الافاق بيان سور، والدراري راهم يلعبوا فريمون، خرجوا كامل واش كاين في قلبهم، لعبوا تري بيان لاسال دو سبور هنايا، كلش بيان الحمد لله.